الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين، الأخ العزيز صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر رئيس القمة 24، الأخوة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الأخ الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأخوة والأخوات الحاضرون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتقدم باسم الجمهورية اليمنية بعظيم الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق على استضافة القمة العربية 24، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة والإفادة وتمييز الإعداد. ولا شك أن شعوبنا العربية تتطلع إلى اجتماعنا هذا بآمال عريضة، وأن نخرج بقرارات من شأنها أن تعزز العلاقات والروابط الأخوية بين بلداننا وشعوبنا العربية، وتعمل على تفعيل منظومة العمل العربي المشترك، وتطوير آلياته بما يلبي تطلعات وطموحات شعوبنا العربية التواقة إلى الوحدة والتضامن العربي والتكامل الاقتصادي واسترداد الحقوق العربية المسلوبة. ونعقد قمتنا هذه في ظروف استثنائية وتاريخية هامة، وفي ظل أحداث كبيرة تشهدها العديد من دولنا العربية، فقد عاشت المنطقة خلال العامين الماضيين ولا زالت احتجاجات وثورات شبابية وشعبية رافعت مطالب التغيير والإصلاح، وأدت إلى سقوط بعض أنظمة الحكم وانتقال سلمي للسلطة كما حدث في الجمهورية اليمنية. إننا في الجمهورية اليمنية عشنا أوقات صعبة خلال الأزمة التي عصفت بالبلاد، وكادت اليمن أن تنجرف إلى أتوان حرب أهلية طاحنة تؤدي بها إلى الفوضى لولا القدر الإلهي وحكمة شعبنا ونخبه السياسية والاجتماعية والجهود الخيرة التي بذلها أشقاءنا في دول مجلس التعاون الخليجي وقادتهم الكرام، في مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيق، من خلال المبادرة الخليجية التي حظيت بدعما دوليا واسع أسهم في تذليل العقابات التي تعترض طريقها إلى بر الأمان إن شاء الله بأقل الخسائر الممكنة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، الحضور الكرام، لقد فتحت المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية أبواب المستقبل لليمن واليمنيين، وهيأت لهم الأجواء ليشارك الجميع رجال ونساء وشباب وشابات وقوى سياسية واجتماعية في صياغة ملامح هذا المستقبل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انطلقت قاطرته يوم 18 من مارس الجاري، وسيتواصل على مدى الشهور الستة القادمة، ويشارك فيه ممثلون من كافة القوى السياسية والحزبية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة. أن مؤتمر الحوار الشامل يشكل نقطة تحول تاريخية في حياة اليمنيين، آملين أن تكلل أعماله بالنجاح، ومتفائلين بما ستتمخض عنه من معالجات للقضايا الحيوية وحساسة كالقضية الجنوبية التي يعتبر حلها مفتاحا لحل القضايا الأخرى التي سيبحثها المؤتمر، وأزمة محافظة صعدة وبناء الدولة الحديثة وتحديد شكل نظام الحكم وصياغة الدستور الجديد للبلاد الذي لا بد أن ينعكس في نصوصه تطلعات ورغبات أبناء الشعب اليمني في التغيير وتوقهم إلى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. وأنا على ثقة تامة أن الشعب اليمني سيفاجئ العالم من جديد بنموذج رائع وفريد لتحقيق الإصلاحات والتغييرات المنشودين من خلال الحوار، وسيبني دولة مدنية حديثة ينعم فيها كل اليمنيين بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية إن شاء الله. إن الجمهورية اليمنية وهي تواجه تحديات بناء الدولة تعمل دون هوادة في مقارعة الإرهاب بكل قوته
ودون تردده بإصرار على اكتثاثه من كل الأرض اليمنية ومحاصرة عناصره مع استيعاب من عاد منهم إلى جادة الصواب ليسهم في البناء بدلاً من الدمار وفي ترسيخ النظام والقانون بدلاً من الفوضى وإلا مسؤولية وحتى يسود السلام كل أراضي اليمن لتتهيأ للأجواء لانطلاق قطار التنمية بمشيئة الله دون توقف. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة، أن مناخات الثورات والأزمات الشعبية والشبابية التي نعيشها منذ عامين في أكثر من بلد عربي تحتم علينا الوقوف أمامها لنراجع المواقف ونستوعب الدروس ونهيئ للمطالب المشروعة لشعوبنا، وعلى الجامعة العربية ومؤسساتها تطوير آلية عملها ومراجعة وإعادة صياغة ميثاق الجامعة العربية في أطار المبادرات التي قدمت من عدد من الدول العربية من ضمنها الجمهورية اليمنية، وبما يتلائم مع جملة المتغيرات على الصعيدين الأقليمي والدولي، وبما يجعل الجامعة العربية منظمة أقليمية فاعلة وقادرة على مواجهة التغييرات والتحديات على المستويين العربي والدولي. ولأجل ذلك فنحن جميعا بحاجة إلى توفر الإرادة السياسية العربية لتحقيق التغيير المطلوب في منظومة العمل العربي المشترك، والإسراع في إعادة هيكلة الجامعة العربية ومؤسساتها، ووضع توصيف وظيفي جديد لها، ولذلك إجراء ترشيد الوظائف فيها، ولعل تقدير فريق الخبراء برئاسة الأخ الأخضر الإبراهيمي يكون البداية للإصلاح العمل العربي المشترك. وتؤكد الجمهورية اليمنية على أهمية البدء بالعمل السريع والجاد وفقاً لبرنامج زمني تنفيذي لقرارات مؤتمر القمة العربية الاقتصادية المنعقدة في الرياض، باعتبار ذلك المدخل الصحيح للتعاون والشراكة العربية وربط مصالحنا بعضها ببعض. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، كانت القضية الفلسطينية ولا زالت تعتبر القضية المركزية للعرب جميعاً، ولا تزال محوراً لنضالهم وعاملاً لتضامنهم ووحدتهم إلى أن يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقها المشروعة الكاملة غير منقوصة. إننا في التأكيد على وقوفنا وانحيازنا الكامل للحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني وغير القابلة للتصرف أو الانتقاص، ونطالب المجتمع الدولي أن يطلع بمسؤولياته ويعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الأطراف ذات الصلة. كما أننا نناشد أخواننا في الفلسطينيين للإسراع في استكمال حواراتهم لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الذي تعيشها الأراضي الفلسطينية والإنسان الفلسطيني، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في كل من القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وإعادة اللحمة للبيت الفلسطيني ليتمكنوا من مخاطبة العالم بصوت واحد وباصطفاف وطني ثابت لتحقيق وحدتهم ووحدة الشعب الفلسطيني البطل الذي عانى الكثير من الويلات والملمات. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والحضور الكرام، أننا ونحن نرحب السيد أحمد معاذ الخطيب رئيس ائتلاف الوطني للقوى الثورة والمعارضة السورية ممثل للهيئة التنفيذية، فإن علينا أن نعمل لما فيه مصلحة الشعب السوري وتلبيه طموحاته ورغبته في التغيير من خلال الحل السلمي حفاظاً على وحدة سوريا أرضاً وإنساناً وعلى دورها القومي الأقليمي والدولي. أكرر الشكر والتقدير لأخي سمو الشيخ حمد بن خليفة والشعب القطر الشقيق على حسن استضافته القمة وتمييز الأعداد لها، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير أمة العربية، وأن يسدد خطانا على طريق البناء والتنمية والوحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس